حدد النائب نعمة فران بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي مواصفات الرئيس المقبل الذي يجب أن يكون رئيسا إنقاذيا وتوافقيا يعيد بناء مؤسسات الدولة وأحياء الوضع الاقتصادي للبنان ويعمل على اللامركزية، كذلك على مفهوم لبنان بعمقه العربي والحيادي. النائب فران حذر من بداية لزمن رديء لأن ما نراه اليوم يأخذنا نحو فوضى جديدة قد يعتبرها البعض فوضى خلاقة أو فوضى قاتلة لما تبقى من لبنان، معتبرا أن عدم انتخاب رئيس للجمهورية ودخولنا في زمن مجهول وفي فوضى دستورية هو بداية نهاية لبنان الذي نعرفه. إذا فتنا بزمن رديء يمكن الشعب اللبناني اللي بنعرفه بيكون غير شعب، لأنه بيكون راح يلي بيروح وبقي بالبلد، يلي يمكن نازح يمكن مهجر، وهذا تغيير ديموغرافي هائل. من هيك أنا بعتبر اليوم صرخة كبيرة بدنا نطلقها من هون من بكركي، لازم ننتخب رئيس بأسرع وقت ممكن. هذا شيء نحن كنواب باسم شعب يلي انتخبنا، يلي نحن بس منتحاسب منه، لا من كتلنا ولا من أحزابنا، نحن مؤتمنين على وجع شعبنا وعلى الحالة اللي عم بعيشها اليوم. أنا بعتبر أنه رئيس جمهورية لبنان مجبور يكون رئيس توافقي، لأنه هكذا دستورنا بيقول 86 صوت من النواب من أصل 128، ولكن هذا مش مستحيل، لأنه أنا بعتبر أنه في مواضيع أساسية متفقين عليها بلبنان اليوم، متفقين على وجع الناس وعلى الوضع المالي اللي عم نعيشه، على انهيار الليرة، متفقين على الوضع المزري للمستشفيات والجامعات، متفقين على كيف مؤسسات الدولة اللبنانية عم تنهار أمام عيوننا. أنا بعتبر أنه اليوم قبل بكرة انتخاب رئيس جمهورية، رئيس مهمة، رئيس إنقاذ، رئيس مبدأه ومفهومه للبنان الجديد بينطلق من هون، من إعادة بناء مؤسسات الدولة. البطريرك الراعي استقبل سفير إيران مجتبى أماني وجرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات.